المبدا الاساسي في الاي سي اندكشن ماشين ان عندي هون ستيتر. ستيتر بالحاله هاي في له 3 تيرمينالز، راح ادخل عليه ار واس تي 3 فيز. راح يمر كرنت في الار والاس والتي وراح ينتج عنه constant magnitude rotating magnetic flux. اذا هذا هون فيكتور بي، البي هذا له constant magnitude ورotating والروتيشن راح يكون على synchronous speed، راح يلف على synchronous speed. يعني لو انا جبت اندكشن ماشين او حتى اي سي ماشين بشكل عام، سحبت الروتر هذا من داخل الاندكشن ماشين، ضل عندي ستيتر بس، والستيتر هذا فيه ويندينجز، حطيت هون 3 فيز اي سي على اطراف هاي الماشين وطلعت في داخل هذا الستيتر الفاضي داخل، شفت الروتر، ايش راح اشوف؟ راح اشوف ماجنتيك فلكس له كونستنت ماجنتيود وعماله بيعمل روتيشن على سينكرونس سبيد. يعني لو جبت بوصله، لو جبت بوصله صغيره، حطيت بوصله صغيره في هذا البلين، راح اشوف ابره البوصله بتلف على اي سرعه؟ على السينكرونس سبيد. هاي السينكرونس سبيد بتعتمد على ايش؟ بتعتمد على الفريكونسي تبعت هذا السبلاي اللي جاي من هون، وبتعتمد على عدد البيرز اوف بولز. اذا الفكره الاساسيه سواء في السينكرونس موتور او في السكوريل كيج اندكشن موتور، انه عندي ستيتر، الستيتر بستعمله حتى اعمل جنريشن ماجنتيك فلكس دنسيتي بي. في وحدتها بتتذكروا ايش كانت وحدتها؟ تسلا. هذا الماجنتيك فلكس رح يعمل روتيشن. دورنا على الدكتور ابراهيم خلص نعمل ماشي نعمل سهل. اذا عندي هون كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس راح يلف على كونستنت سبيد، وهي سبيد بتعتمد على الفريكونسي تبعت السبلاي وبتعتمد على عدد البيرز اوف بولز. المبدا الاساسي في الاي سي ماشين بشكل عام. بعدين اذا حطيت هون انا سكوري كيج اندكشن موتور راح يتحول لاندكشن ماشين، اذا حطيت هون الكترو ماجنت روتيتنج الكترو ماجنت بتتحول لسينكرونس ماشين. راح نركز في البدايه على سكوري كيج اندكشن موتور. اذا السؤال كيف ممكن اعمل الان في داخل هذا الستيتر، كيف ممكن اعمل ماجنتيك فلكس له كونستنت لينث، لاحظوا اللينث تبعه كونستنت لكنه بيعمل روتيشن على السينكرونس سبيد. الفكره الاساسيه فيها انه عندي هون لازم يكون عدد البولز، عدد البيرز اوف بولز لهي المشين هو بي بي. خلينا نطلع كيف ممكن نعمل وايندنج بهذا الشكل. فمثلا ممكن انا اعمل هون كويل، والكويل هذا امرر فيه تيار بحيث انه اتجاه الماجنتيك فلكس يكون بهذا الاتجاه، وبقابله من تحت الكويل التيار بيمر في الاتجاه بحيث انه يعمل بهذا الاتجاه كمان، فصار عندي هون ماجنتيك فلكس من هون ناتج عن الفيز الاول اللي راح اسميه يو مثلا، او ممكن اسميه ار. نفس الكرنت اللي بمر في واحد من هون الثاني. كم بول عندي هون؟ اثنين. كم بير اوف بولز؟ واحد. اذا عندي 1 بير اوف بولز بير فيز، لاني راح اعمله بعدين راح اخذ 120 درجه، راح اعمل شيفت 120 درجه من يو مثلا، راح يكون عندي بهذا الاتجاه، راح احط كويل ثاني وراح احط كويل ثاني هون بحيث اني بمرر التيار بحيث انه يعطيني بهذا الاتجاه، ومرر التيار بحيث انه يعطيني بهذا الاتجاه، فراح يتكون فلكس ثاني اتجاههم. ولاحظوا هاي الزاويه 120 درجه. راح اجي الان اجيب الفيز الثالث، لاحظوا هذا الثاني كم بول في له؟ او تو بولز، 1 بير اوف بولز بير فيز، 1 بير اوف بولز بير فيز، هاي فيز وهذا فيز، فهذا راح اسميه الثاني الاحمر راح اسميه في يو في، والفي هذا راح اسميه في، لكن هذا راح اسميه في داش، واليو هون راح اسميه يو ويو داش.
ونفس الكرنت اللي مر في هذا الكوين راح يمرره في هذا الكوين. فالتنين هذول بيساقوا بعض او بيشتغلوا مع بعض بنفس الاتجاه. هذا راح يعطيني فلكس في هذا الاتجاه وهذا راح يعطيني فلكس في هذا الاتجاه، هتكون عندي. وكمان راح اعمل بعدين 120 درجه فيز شيفت او 240 مليون في هذا الاتجاه، وراح يكون عندي كمان فول مون. راح امرر نفس التيار بالاثنين، راح يمر عند التيار هذا راح يعطيني فلكس بهذا الاتجاه، وهون راح يمر فلكس بهذا الاتجاه، وهون عندي كمان 120 درجه. اذا هي اول خطوه لها. هلا هون عندي كم بول عندي بير فيز؟ 1 6 2 بولز بير فيز 1 2 بير اوف بولز. اذا عدد البيرز اوف بولز بير فيز هي في او اذا بنحطها pairs of poles pair phase واحد. هو 3 phase machine بس عدد pairs of poles per phase واحد. يعني كل pair مر في current واحد. نعم نفس الكرنت، نعم نفس الكرنت اللي مر هون هو نفسه مر هون، نفس الكرنت اللي مر هون هو نفسه مر هون، ونفس الكرنت اللي مر هون هو نفسه مر. نفس الكرنت اللي بمر كل فهم عباره عن كويل. كان اقدر تفكر بهذا ككويل كويل واحد، لكن هو بعطيني 1 بير اوف بولز 1 بير اوف بولز 1 بير اوف بولز، وهذول لازم يجوا كبيرز اوف بولز، ما بقدرش يكون عندي واضح؟ لازم يجوا زوج من البيرز زي ما كان عندي النورث والساوث في الدي سي ماشين، عندي 1 بير اوف بولز وفي بينهم شيفت بالسبيس بالمكان قد ايش؟ 120 درجه 120 درجه 120 درجه. طب دكتور ما بيطلع عندنا بي محصله؟ تمام، شو بتطلع المحصله هون بالحاله؟ جمع الفطور الموجود عند اللي هم بيطلع زيرو لو ضلت زي هيك. يعني سؤال ممتاز، ملاحظه ممتازه اللي بقوله عدي، بقول طبعا هذول الثلاثه، ما هذول الثلاثه لو بدي احملهم كفكتورز ولازم اعملهم فكتورز طبعا، ما هي بي فيكتور مش هيك؟ مش فاي، بي فيكتور. هذا لو حطيت نفس الكرنت، لو حطيت دي سي، يعني لو جبت بطاريه ثلاث بطاريات حطيت 100 فولت هون دي سي وحطيت 100 فولت هون دي سي حطيت 100 فولت هون دي سي، هذا راح يعطيني بهذا الاتجاه شيء يتناسب مع 100 فولت دي سي، هذا راح يعطيني بهذا الاتجاه شيء يتناسب مع 100 فولت دي سي، وهذا ما حصلتهم صفر، ما استفدنا شيء مش هيك؟ لكن احنا ما عملناش غير الخطوه الاولى. شو هي الخطوه الاولى اللي عملناها؟ 120 degrees phase shift in space. space اللي هو المساحه المكان، 120 درجه phase shift مكان. لو وقفت هون هلا وحطيت دي سي هون او حطيت نفس الاي سي، يعني فيش فيز شيفت بينهم، يعني لو حطيت هون ساينوسويدا بزيد وبعدين برجع زيرو وبعدين بنعكس، وان فيز معه حطيت هذا بزيد بعدين بنقص بعدين بنعكس، وحطيت ان فيز معه بزيد وبنقص وبرجع زيرو، في اي لحظه من اللحظات رح يكونوا كلهم الثلاثه متساويين مزبوط، رح يطلع برضه بنحصل زيرو ما استفدنا. اذا بدنا نعمل تريك معين الان، الثري فيز اللي بدي احطهم هون شو بدهم يكونوا؟ ديفرنت، بتكونوا ديفرنت، بدهم يكونوا ديفرنت، بدهم يكونوا. ولذلك من هون اجت 3 فيز ان تايم. شو يعني 3 فيز لما نقول 3 فيز؟ شو الفرق بين هذول الثلاثه 3 فيز؟ لما يجي 3 فيز سبلاي، شو الاختلاف بينهم الثلاثه بالزمن؟ 120 درجه فيز شيفت. الان لو عملت انا 120 درجه فيز شيفت ان سبيس وكمان عملت 120 درجه فيز شيفت ان تايم، راح يتكون عندي روتيتنج ماجنتيك فورس، وهلا راح نثبته، راح نثبته رياضيا وراح نثبته بطريقه ثانيه جرافيكي. اذا الفكره هون احنا اذا اكتفينا بس عملنا 120 درجه فيز شيفت ان سبيس، راح يتكون عندي فيكتور بهذا الاتجاه، راح يتكون الفيكتور مساوي له بالمقدار بس بهذا الاتجاه، وفيكتور ثالث بهذا الاتجاه. هذول محصلتهم راح تكون، لاحظوا هذا اذا حللته شو راح يتحلل؟ راح يتحلل هون اكس واي، وهذا لما يتحلل راح يتحلل اكس واي، هذا معاكس لهذا الاتجاه، اذا في اتجاه اكس شو ضل عندي؟ زيرو. وهذول الاثنين بتقدر تثبت انه ساين ال 30 قديش؟ نص. ساين ال 30 نص، فراح يطلع معي هون عندي هذا راح يطلع نص طول هذا مش هيك؟ وهذا راح يطلع قديش؟ نص طول هذا، نص ونص قديش راح يعطيني؟ واحد بس واحد راح يجي واحد راح يشوفهم كلهم مع بعض. اذا لو انا بس عملت فيس شيفت ان سبيس واكتفيت ما استفدت اي شيء. ماشي واضح؟ لكن احنا راح نعمله ما راح نعمل بس فيس شيفت ان سبيس، راح نعمل كمان فيس شيفت ان تايم. انا اسف وديتك على الفاضي اليوم.
اذا راح نعمله احنا فيس شيفت ان سبيس وراح نعمل فيس شيفت ان تايم. اذا راح نعمله الان هذول اللي راح نحطهم الفولتجز او الكرنتس اللي راح نمررهم هون في كرنت هذا الكرنت الاول اللي هو اي يو الكرنت الثاني اللي هو اي دي والكرنت الثالث اللي هو اي دبليو ما راح يكونوا ان فيز راح يكونوا اوت اوف فيز وهذا اللي متوقعه من 3 فيز فلو جينا رسمنا هلا هذول الثلاثه خلينا نحاول نرسم اقرب ما يمكن ونرسمهم بنفس الالوان فلو جينا الان رسمنا اليو والفي والدبليو خلينا نرسم اول شيء اليو مثلا تقريبا انا مش حاضر ارسمها بالضبط 120 درجة نرسمها هيك ونيجي نرسم بعد 120 درجة فيس شيفت راح ارسم كمان 240 درجة فيس شيفت هاي بسمي او بدك تسميها ار اس تي بس احنا هون اوريدي استعملنا يو في وتغيير هلا هون الاختلاف صار انه هدول مش ان فيز لو انهم كانوا ان فيز محصلتهم راح تطلع زيرو لكن الحلو في الثري فيز لاحظوا خذوا النقطة هاي شوي مرسومة غلط المفروض يكون هذا البي إذا هذا الأزرق خلينا نشوف الأزرق، الأزرق عنده النقطة هاي إيش بنلاحظ عليه؟ واصل أعلى قيمة له لكن إشارة إيش؟ سالبة رح أجي على الأزرق الآن هون وأعكس أعطيه نفس الطول بس رح أعكس اتجاهه لأنه هو سالب هي أول واحد ناخذ الثاني لو اجينا اخذنا الاحمر الان الاحمر راح الاقي هون هذه اظنها بتطلع يمكن نص اظن عند النقطه هاي اللي تكون 30 بنلاحظ انه الاحمر ايش موجب ولا سالب؟ موجب بالنسبه لايش؟ موجب والاسود موجب ولا سالب؟ سالب لا لا الاسود لسه موجب هون بصير سالب موجب اذا الاثنين هذول موجبين اذا بنفس اتجاههم اللي هم ماشيين فيه بس قديش طولهم؟ نص اظن انه بيطلع نص هون فبرسم هذا انا رسمت اللون الابيض هذا نرسم هذا اسود بنفس او اسود بنفس الاتجاه تبعه لكنه نص ونفس الشيء بالنسبه للاحمر نفس الاتجاه تبعه لكنه نص هلا الوضع تحسن هون مش هيك؟ في اللحظه اللي هذول الاثنين كانوا فيها الاثنين موجبين الثالث ما كان موجب كان سالب هذول مش بيساعدوا بعض الان في شويه ضياع رح يصير وين رح يصير الضياع؟ لما الواحد لو حللت في هذا الاتجاه راح الاقي انه هذا راح يتحلل الاسود راح يتحلل لجزء بهذا الاتجاه مثلا تقريبا وجزء بهذا الاتجاه مش هيك؟ والاحمر راح يتحلل جزء من هذا الاتجاه على فكره راح يلغي الاسود اللي هون لكن راح يعطيني كمان جزء بهذا الاتجاه. صار عندي هلا هذول الاثنين مضبوط لغوا بعض، هذا جزء لغى هذا الجزء، لكن في عندي قطعتين صغار اجوا من هون باي اتجاه؟ اتجاه نفس الازرق، فراح يعطيني هذا طوله راح نضاف القطعتين هذول عليه، راح نضاف الاحمر عليه وراح نضاف الاسود عليه. ناخذ نقطة ثانية. لو مش الزمن فينا الآن وصلنا عند النقطة هاي. لاحظوا عند النقطة هاي، إيش إشارة الأسود؟ سالب. سالب. إيش إشارة الـ الأزرق؟ سالب. سالب. بس إيش إشارة الأحمر؟ أعلى. الأحمر أعلى ما يمكن باتجاهه الصحيح. والتنين الثانيين اظن بعرفش اذا كان نص او بكونوا جذر الثلاثه على التنين نيجاتيف، اذا لو جينا النقطه هاي الان وطلعت تذكروا الازرق الاتجاه الاصلي وين كان؟ الازرق كان هيك اتجاهه الاصلي مضبوط؟ والاسود والاحمر اتجاههم الاصلي الاسود اتجاهه الاصلي هيك والاحمر اتجاهه الاصلي هيك هلا عند النقطة هاي اللي احنا مهتمين فيها الأحمر طوله الأصلي بس موجب يعني هيك والأزرق والأسود التنين سالبين فباجي على الأزرق بعكس اتجاهه هيك وباجي على الأسود وبعكس اتجاهه هيك شو صار عندي؟ نفس الوضع راح يتحلل هذا محصلة هون ومحصلة هيك والازرق رح يتحلل محصله هيك ومحصله هيك، المحصله الصغيره رح تيجي من الازرق والاسود رح يجمعوا معي هون رح يزيد عندي هذا شوي ورح يزيد عندي هذا شوي. فصار عندي وين كان بالاول؟ هون. لما مشينا هذا الزمن لوين تحرك؟ هون. بس طوله ضل ثابت. خذ اي نقطه ثانيه بدك اياها رح تلاقي في المحصله مثلا خذ النقطه هاي.
عند النقطة هاي الأسود على ما يمكن على ما يمكن سالب وهذوك التنين موجبين بصري، وراح تلاقي إنه في النهاية بهذا الطول راح يضلوا هذول يتحركوا ثابت. إيش اللي بطل ما حصلتهم زيرو؟ إنه بطلوا كلهم نفس الإشارة بنفس القيمة بنفس الوقت. صار أحيانا واحد يكون منهم موجب والتنين سالبين، واحد منهم سالب والتنين موجبين، واحد موجب والتنين سالبين، واحد سالب والتنين موجبين. هذا التتابع عمال بيعمل عندي روتيتنج ماجنتيك فلوكس. السرعه تبعته بتعتمد على عدد البيرز اوف بولز بير فيز. لاحظوا هون 360 درجه ميكانيكيه. شو نعم تفضل. بس لما ينعكس ليش بتقل قيمته يعني؟ لا لا ما هو حسب قديش قيمته من هون. هذا انعكس بس ما قلت قيمته مش هيك؟ اخذ الماكسيموم وهذول الاثنين اخذوا بس ما كان قيمته بالبقيه. حسب النقطة اللي رسمنا عندها، مثلاً هون رسمنا عند هذا الكون أقل من قيمته ماكسيمم، مضبوط؟ هذا هون، يعني حسب النقطة اللي أنت بتاخذها للزمن، وين أنت ماشي للزمن، النقطة اللي وصلت عندها بدك تشوف قديش قيمهم قديش أطوالهم. نفس الشيء هون، لو جيت عند النقطة هاي بدك تطلع قديش قيمهم قديش أطوالهم، وإيش إشارتهم في أي لحظة من اللحظات. إذا ال 120 درجة فيز شيفت إن تايم مع ال 120 درجة فيز شيفت إن سبيس، إيش ولد لي؟ كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس. لما انا بلف هون 360 درجه ميكانيكيه قديش بكون لفيت كهربائيا؟ كمان 360 درجه، ف 360 درجه ميكانيكيه بتساوي 360 درجه كهربائيه، زي ما قلنا في الدي سي ماشين نعمل نفس الشيء. كم بير اوف بولز عندي هون في الدي سي ماشين؟ 1 بير اوف بولز، اذا ال 360 درجه كهربائيه بتساوي 360 درجه ميكانيكيه، وكان عندي السايكل تتكرر كهربائيا 360 درجه وميكانيكيا 360 درجه. نفس الشيء هون عندي كم بير اوف بولز بير فيز عندي؟ واحد. اذا كل ما بلف لفه ميكانيكيه 360 درجه بتحرك من 360 درجه كهربائيه، ممكن طبعا ازيد عدد البير اوف بولز. في الدي سي ماشين كان ممكن اعمل نورث ساوث نورث ساوث. كم عدد البير اوف بولز هون عندي؟ اثنين. نفس الشيء ممكن هون اخذ السته هذول واضغطهم 180 درجه وايش احط تحتهم؟ كمان سته، بصير عندي 4 بولز بير فيز. بس كم بيرز اوف بولز بير فيز؟ اثنين. اربعه على عدد البير بولز على اثنين. نعم. مش سته ولا؟ لا انت انا عم بقول بير فيز، هاي النقطه المهمه، هو 3 فيز ماشين. بس بير فيز قديش عندي؟ عندي بس لكل فيز في عندي 2 بولز بهاي الحاله او 1 بير اوف بولز، بس هي 3 فيز ماشين صحيح، بس ال 6 بولز ما بيأثروا. فانت بتروح تشتريها شو بقول لك؟ هو بقول لك اتس 3 فيز ماشين، بس كم بول بقول لك فيها؟ يا بقول لك فيها 2، ما بحكي بير فيز، انا عم بشرح لك بير فيز عشان انت تفهم. ما راح تروح تشتري هذا المحرك راح اقول لك هذا فيه 2 بولز بير فيز، بس هو مفهوم انه هو 2 بولز بير فيز او 1 بير اوف بولز بير فيز. نعم. زدنا البيرز غير الزاوية 120 هاي؟ اه راح تصير هون ب 60 ميكانيكية، يعني شوف انت ايش راح تعمل، راح تاخذ 1 2 3 4 5 6 راح يصيروا هدول الستة موزعين ب 180 درجة. راح يكون عندك أول شيء تبدا اليو، وبعدين راح يبدا عندك الفي بار، هاي 3 4 5 6. هدول الستة اللي احنا كنا راسمينهم على 360 درجة ميكانيكية وين ضغطناهم؟ 180 درجة، ونفس هذا راح يرد يتكرر، يعني هذا كان يو وهي يو داش، هي في داش وهي في، هي دبليو وهي دبليو داش. شو راح يجي عندك هلا هون؟ بده يتكرر نفس السيناريو هذا، يو هذا وين راح يجي؟ يو الثاني هون، ونفس الشيء راح يكمل في داش. كم هون صار عندي؟ طبعا هم ستة احنا عارفينهم ستة، بس هو بير فيز كم واحد كان عندي هون؟ واحد. وان بير هون صار عندي. لما تروح تشتري الماشين عادة ما بقولوا بيرز بذكروها، فهذه الماكينة لو جينا شرينا هاي الماكينة كم بول راح يبني فيها؟ وان تو بولز، ما راح بقولوا بيرز بقولوا تو بول. يعني تجاريا لما اروح اشتري هاي الماكينة راح يبني هاي اتس تو بول ماشين. احنا بنعرف ان التو بولز معناها وان بير اوف بولز بير فيز. لو جيت تشتري هاي الماكينه راح يقول لك اتس فور بول ماشين. فور بول من وين اجت الفور بول؟ يو يو بار يو يو بار، اربعه بولز، تو بيرز اوف بولز. هاي راح تاثر طبعا على السرعه، هذا راح يبطل يلف بنفس السرعه، راح يصير يلف بنص السرعه.
لأنه هي 360 درجة كهربائية وبعدين كمان 360 درجة كهربائية. وبعطين تور بعده؟ نعم. بس بيأثر على التورك، ما بعرف العلاقة بالتورك الهاي. احنا عادة السرعة اللي بعطيني اياها هذا عالي جدا من ناحية عملية. ما بقدر على الفريكونسي. طيب الفريكونسي تاعت 50 هرتز ما بقدر اطيرها. فإذا زدت عدد الهرتز بينزل السرعة اللي بلوك. هلا إذا نزلت السرعة وهو بعطيك نفس الباور رح يرتفع التورك. ماشي واضحة هذه هون فكرة هلا رح اثبتها رياضيا. نعم. طيب شكلت انه غات البي كونستنت ماجنتيود. نعم. طب دكتور انت وش مره اول مره اعتبرت انه الازرق بنضيف له اثنين صغار؟ نعم. نص نص. نعم. بعدين اعتبرت انه جذر 3 على 2 من القيم. لا 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 انا مش متاكد هي جذر 3 على 2 ولا نص، هلا بنتاكد منها. خلينا نتاكد منها الان. خلينا نتاكد منها الان. هاد وهاد وين راح يتقاطعوا؟ راح يتقاطعوا عندي هاي اصلا 30 درجه مش هيك؟ وساين 30، اذا هذا راح يكون عندي نص باي مضبوط؟ وهذا يعني هذا طوله بالنسبه للطول الرئيسي نص، وهذا طوله نص مش هيك؟ لكن اذا نتذكر احنا خلينا نرسمها هون بشكل كبير عشان جاوب على سؤالك، انا غلط مش جذر 3 على 2 هي نص، لانها حتصير نص في نص ربع ونص في نص ربع، نص ربع ربع نص واحد ونص، هلا نثبتها بنشوفها. شوف خليني افترض انه هذا واحد منهم الطويل اللي طوله الاصلي، وخليني افترض انه طوله الاصلي كيف؟ ماشي؟ هلا هذول الاثنين الثانيين هم 120 درجه بس رح ينضربوا في نص ونص مش هيك؟ خليني افترض انه عندي هذا هي 120 درجه، 120 درجه يعني هي قديش؟ اذا هي كلها 120 درجه هذه قديش صغيره؟ 30. ونفس الشيء هاي اذا كان هاي 120 درجه هاي راح تكون 30 مضبوط؟ هلا المجاور ايش مضروب المجاور؟ كوساين 30. هذا بيهمنيش كثير لانه هذا راح يلغي هذا مضبوط؟ يعني نفترض انه هذا الطول كي ونفس الشيء هذا الطول كي ونفترض هذا الطول كي. اوكي؟ هلا هذا لو اخذته راح يتحلل جزء منه هيك وراح يتحلل جزء منه هيك، هذول الاثنين راح يلغوا بعض. بضل مين اللي بيهمني؟ اللي جاي هيك مضبوط؟ لكن اتذكر انه هلا هذا راح يكون نيجاتيف ونيجاتيف ونص القيمه، من وين اجت نص القيمه؟ ساين ال 30 الاثنين راح يتساوي عند هذيك النقطة، إذا هذا راح يكون نيجاتيف ونص طوله الأصلي. إذا راح آخذ هذا بنفس الزاوية اللي هي هون 30 وراح آخذه بنص طوله الأصلي، يعني هذا طوله كي على 2. ونفس الشيء ناخذ هذا راح ناخذه هون نص طوله الأصلي كي على 2 وهي الزاوية 30. هلا خلينا نشوف، هلا إذا أنا بدي ما بدي هنا أنا المجاور بدي مقارب مش هيك؟ ساين يعني هذا راح يجي عندي هون ربع راح يكون نص نص النص ربع. واضح ليش نص النص؟ نص اجت من ساين ال 30 ونص اجت من انه عند النقطه هذيك في الزمن لما انا طلعت عليه واخذت قيمته قديش كان طوله؟ نص. هي حتى اذا بدي اخذ ساين يكون النيجاتيف هاي نيجاتيف ونيجاتيف وبوزيتيف، فهذا صار هو الطويل هون اللي ما تغيرتش اشارته عند هاي النقطه، وهدول الاثنين الثانيين الاحمر والازرق قيمتهم نص ونص القيمة، فأعطاني نص جديد، نص وساين ال 30 نص ربع، فصار هذا ربع الطول الكبير. ونفس الشيء عندي هون رح يعطيني هذا رح يعطيني كمان ربع. ربع، ايش معنى هلا؟ واحد واحد ونص ربع ربع رح يعطيني واحد ونص. وطوله هذا رح يكون واحد ونص كي طول الوقت، يعني في طول الوقت رح ألف من هون رح يكون طوله واحد ونص كي، كي اللي هي القيمة الأصلي. شو ما كانت القيمة الأصلية، ماشي واضح؟ هي نص في نص، نص في ساين ال 30، نعم. ماجنتيود كي ماجنتيود ماجنتيود، بس هو فعليا رح يطلع، يعني لو سنجل فيز حطيت هون الساين ويف وكان الطول اللي بعطيني اياه هو كي، لما بجمع الثلاثة هذول وباخذهم فيكتوريالي طول الماجنتيود رح يطلع واحد ونص كي، هلا رح يثبتها رياضيا. ماشي في